صناعة تخرج جامعة رفيق الحريري وبأيدي اصطناعية مبتكرة 3D printed بترجع الحواس لذوي الاحتياجات الخاصة وبتخلينا نرجع نخلينا حاسس انه عنده ايد طبيعية وبتتركب بدون اي عملية جراحية. هي بتتكون من مين بورد اللي هو حيتحكم بحركة الايد كلها وحيكون عنده موديولز اللي حيسمحوا للمستخدم يستبدل اي قطعة فيها عطل بشكل سهل ورخيص. بدنا نخلي اليوزر يحس كأنه عنده ايد طبيعية، انه بطريقة يقدر يحس بالقصة اللي عم يمسكها بايده. فور اكزامبل اذا كان ماسك شيء بارد بحس فيه انه بارد، واذا ماسك شيء سخن كمان بحس فيه انه سخن، وبنفس الوقت بيقدر كمان يحس قد ايه عم يعمل بريشر على الاوبجكتس اللي ماسكها بايده. اوكي، وهيدي الايد مربوطه على موبايل ابلكيشن فيها بلوتوث بتخلينا نشوف قد ايه الباتري برسنتج تبع الايد وقديش الكور تمبرتشر تبع الايد، بالاضافه الى انه بتبعتنا نوتيفيكيشن على التليفون اذا صار فيها اي خلل او ايرور. شكرا.